القرار تخذاه اللي هي ما غير جمهور. لا لا بالجمهور لا لا القرار تاع الوزاره انه الكاباسيتي تاع كل فضاء هي 10% من معناتها هو يهز حسب المعلومه اللي عندي 2003 باهي. خلينا نحكيو شويه ماتش السي اس اس والسي او تي نجم نسميه ماتش سي المنجي باللي صار الكل بالتوقفات بالفوضى بالشماريخ بالافلام. هو اللي صار احنا قلناه اللي قبل المباراه اللي جماهير من سيدي حسين حي التضامن حي هلال الملاسين الناس كل في لي زابارتمون في الواحد يحبوا يتفرجوا في المباراه لكن هذايا ما يلزمش رانا نقول اللي بتاتر ثم برشا ناس حبوا يمكن الظروف نتاعهم معناها وراو اللي يقول لك اليوم ثم مباراه باش تصير عليها اضواء نحاول نسمع صوتي بالطريقه هذه اللي انا من جو سوي با بيان سور داكور مي لكن يلزمنا نقفوا زاده مع الجهات مع الاماكن هذه اللي تتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا خلات اللي علاش ما تصيرش في التياتر علاش ما تصيرش في اماكن اخرى صارت في المباراه هذه اللي كانت يقول لك احنا باش نثبتوا بالواضح اللي احنا ظروفنا يعلم بها ربي وكل شيء دونك بالبطاله وبالظروف الصحيه بالوبائيه وكل شيء خلات اللي اليوم الناس حبوا يعطيوا صورة معناها تلهاو بينا رانا احنا بالمباراة هذية سي دوماش كو صارت ما في مباراة كاس لأن ما يلزمش تصير الأشياء هذية لكن نقول حذري حذري اللي يلزمنا نقفوا مع جهات هذوما نقفوا مع الأماكن هذية اللي تتعدى بصعوبات كبيرة برشا حتى حد ما يسمعهم حبذوا هما باش يستعملوا يستغلوا الفرصة بتاع كاس تونس باش يسمعوا أصواتهم يوصلوا صوتهم لكن ماهيش هذية لأن اليوم ديجا النادي الأولمبي للنقل وصل للنصف النهائي طلع للدرجة الثانية بور موا عندي أنا وعند الناس الكل إنجاز. الناس اللي يحبوا بتاتر عندهم مشاكل أخرى بتاتر في مع النادي الأولمبي مع الريوسيت هذية وموجودة الأشياء هذية خليت اللي اليوم سي دوماج خاطر العالم مجمع تفرج في المباراة هذية معناها وباللي صاير في المباراة والصورة ماهيش باهية لتونس لكن يلزمنا نتفاداو هالاشياء هذيا بالديالوج ناسيونال بالوقفه في الجهات باللي بروميس يلزمهم يكونوا تونيو خاطر عندنا برشا ناس قاعده تتكلم ماهيش قاعده تفعل. انا اتمنى الاشياء هذيا ما عادش تصير في تونس. سامي من القصر صعوبه كبيره سياسيا باش تاهل فوارق كبيره معناتها فنيا معناتها الجمعيه تلعب على الكوب دافريك شامبيو كاف وتلعب في الشامبيونا وبارمي لي كاتر جران كلوب وجمعيه ديفيزيون 3 معناتها ديفيزيون 3 طلعت ديفيزيون 2 مع انه ديفيزيون 3 خرجوا منها الملاعبيه اللي قاعد تلعب بولادها الصغار معناتها باش تقدر ديفيرينسا معناتها باش تقدر ديفيرينسا كبيره معناتها باش تقدر نقول انا اللي الجماهير في كرة القدم ما تنجمش تسيطر عليها معناتها امبوسيبل باش نجم تسيطر في تونس على جماهير كرة القدم، وجماهير كرة القدم تعمل اللي تحبها. وتزيد في 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 بلاصة كما نقولوا احنا صعيبة كما قلت المنجي صعيبة من بطالة وبرشا حاجات يعني فقر وبرشا يعني حتى مشيت الحي هلال ثقافة مشيت الحي تضامن خويا سامي نمشي ندور نمشي اي فوالا باش نقول لك حاجة باش نقول لك حاجة انا مشيت وزرت الجهه هذه فريمون صافي مالوكور اللي انت في وسط العاصمه في تونس تلقى اشياء تخش عليك في بلاد اخرى تخش عليك في بلاد اخرى يزينا من لي بروميس يزينا البلاد هذيا انا نقول لك ونعاودها اللي اذا كان نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع البلاد ومع الشعب هذايا تشوف شنو خرجوا منها اليوم يزينا من الكلام خاطر برشا ناس وانت تعرف برشا حتى مدربين كي تسمعهم يتكلموا يحلوا في مباراه تقول كان جا يلعب معناها يدرب كيما يتكلم راه يهز كاس العالم ولكن اليوم الله يخليك راهو يلزمنا الكرة يلزمها هي اللي تدخل الفرحة للناس ويلزمنا نعرفوا شنو الداوين النقايس وين سامحني النقايس وين ونعطيه قيمة للشعب هذايا باش ما تصيرش أشياء كيما هكا راهو الجورات والجماهير اللي قاعدة تتفرج كلهم صحاب وخوات وكل شيء اليوم كما قال ما نعرفش معناها قالها وقتها زياد المكي قال 90 دقيقة نحب الترجي الرياضي التونسي بعد 90 دقيقة نحب تونس وهذا الشيء يلزمنا اريتون لي بروميس عايش خويا سامي اريتون لي بروميس فيزون دي زاكت ونعملوا حاجة باش الأشياء هذه ونوعدك نتحدى كان بعد تصير أشياء كما صارت في الملاسين سي المنجي راي الملاسين نحكي معك بعد في التاريخ الكورة الملاسين والأحياء هذه راي تخرج الكوارجي والكوارجي الكل تخرج من الأحياء الشعبية
وتخرج من البلايص هذيك البطحه تويكا لا يخرجوا في كورجية ولا يخرجوا في حد شيء. مارادونا منين خرج؟ اي فوالا. لكن احنا تويكا اذا كان هما عندهم لي مويان نقولوا في التيران ما يجيش الببليك يجي يحرم عليهم، ما يجيش الببليك يجي يهلك اللعبه. وليد تصريحات رئيس الاولمبي النقل اجت شويه الاجواء روش كرنيها المدام في برشا مناسبات وعلى العمل اللي تخدم فيه، لكن التصريحات بصراحه سخنت شويه الماتش. حكينا على الفوري بكري كيف كيف معناتها جيت الاولمبي النقل الفريق صعد للرابطه الثانيه اليوم بعد سنوات نلقاه موجود في النصف النهائي بذكريات الكاس 87 كان من اشغال النهائي النادي الافريقي وقت الاولمبي النقل تحصل على الكاس عادي اسلام راهو باش يصير هكا دي ديراباج هكا دي زيكار صغار عادي نجموا نتفاهموهم. لكن من بعد يذول لي رينا حتى في الحافله تسلفي مع اللاعبيه تاع النادي الرياضي الصفاقسي رينا جاو به هي من ناحيتها قالت صارت شويه بروفوكاسيون من اللاعبيه بون اللي صار قولوا نحن حابين كان المقابله تكمل حابين كان يكون عرس في الملاسين كما قال سامي مع التمدينه طلعت برشا فوزي الانشيري مدر المساكني محسن الاحمدي رضا بن علي الدين حبيته الحارس العليمي مبكر الزيتوني ساعتين كيفاش تقعد تسمي معنا لعب دلي ولعب معنا ولد لعب دلي فرق لعب دلي تسمي الغدوه الصباح معناتها فهمت ميسيش نعديو على الهستيريا اللي كانت موجوده على خاطرك باش نعديو والفرحه سي المنشي النهائي باش يسمع زوج فرق قدام باش نسالك على النهائي انا جاي للنهائي مازال خمس دقائق باش نحكيو كلمه كلمه على النهائي هاي سي المنشي كيفاش تشوف فينال الفينال هاني قلت لك راهو كيما قالوا في جربه المباراه هذه على 2000 متفرج معناها باش تصير مشاكل كبيره برشا ولو جزير جربه معناها سبتات سبتات الفرحه هي انا جو سو با كونتر راهو باش تنقل الفينال كوب دو تونس لا لا احنا راهو سامحك منجي باش ما يفهمونيش خاصه كيما قلت لك راني انا جربي بلادي جربه ونتشرف اما نشوف الظلم في حق الجمهور تاع زوج فرق هكا انا بيدي راني فرحان وسعيد ان باسم صالح البنيه التحتيه في كل ولايه عندنا ولا عباه ممكن هاني قلت لك ممكن في القرار صار تسرع لان اليوم كسسوا نادي الصفاقسي معناها يلعب حتى في تونس وشفناه ضد الاهلي المصري شكروا 2005 ولا 2007 معناها الملعب المرحوم حمادي العقربي كان مليان معناها بالجماهير النجم الرياضي الساحلي كي يلعب زاد النجم الرياضي الساحلي في رادس زاد يكون مليان. انا نقول اللي اليوم نشوف في شامبيون دوروب دي ناسيون فرنسا هونغري 66000 متفرج معناها تشوف الجماهير موجوده اللي اليوم بالجماهير نتاع النوادي الاثنين شنو اللي باش تعمل ان شاء الله ان شاء الله يخموا في حاجه اللي يلزمها تتعمل بتاتر لونتوراج غاديكا في الاماكن الكل يعملوا دي زيكرون جيون باش الناس تقعد تتفرج او موان بور ساتيسفير سيرتين بيرسون لان التنقل باش يكون صعب بيان سور كساسوا من صفاقس ولا من تونس لكن لو بلوز امبورتون سي كو دو كلوب دو تري تري او نيفو ان شاء الله فينال تتعدى في مستوى عالي وكلو ميور غاني كيما نقول سامي افيش كبيره كلوب سي اس اس زوج جمعيات كبار الارتجال واحد يمشي يسبق الاحداث ويمشي يحط فينال كوب دو تونيزي في 2000 متفرج يحضروا 200 معناتها ولا 200 واحد نعانيو ديما نعانيو ونقاسيو في القرارات هذيا نتاع ناس ما تفهمش في الكوره معناتها واللي يحب يخدم السياسه يخدمها بعيد على الكوره واللي يحب يخدم الكوره يخدم الكوره الكوره جمهور والكوره فينال كوب تونس في زوج جمعيات كيما سياس ولا سياسيس والكليب افريكان يحلها كان الجمهور وكان نجموا في رادس كانوا ينجموا يعملوا 5000 10000 كانوا يهزوا الفالور نتاع الماتش ويردوه فالور اخر وما يتعداش كانوا ماتش وشفنا الجمهور عطى نكهه اخرى سواء ماتش كلوب المسكين ولا الاسبيرونس والاهلي فرق بعيد بين كوره ماتش بجمهور وماتش من غير جمهور يعني الموتيفاسيون الاكسترا سيك تكون موجوده اكثر وجمهور يشجع وجمهور يحسن اللعبه برشا باهي هذه النتيجه اللي نتاع الناس بتهم في الكوره باهي نجيو للكرويا كرويا الباليه نتاع يعني الكورب نتاع النادي الافريقي اسندون قد تطلع سي اس اس بون ستابل وخارجه من ماتشات باهيين مش خايبين نستناو في ماتش كبير ماتش كوب دو تونيزي فينال كوب دو تونيزي زوز فرق يستاهلوا باش يكونوا في الفينال عملوا باركور باهي زوز في الكوب في الميكرو عملوا باركور باهي في الكوب نستناو في مقابله كبيره اللي فاسدها شوي كما قلت لك الجمهور مش يكون حاضر لكن نتصور باش تكون مقابله في الاوتور نتاع زوز انترونيرات ولاد جمعيه زوز انترونيرات باهيين طالعين زوز ايكيبات يحبوا يهزوا كوب وتيتر
غانيين يمنعوا بهم السيزون تاعهم يلعبوا كاع في العرجيه ريهان زاد موجود وليد ريهان كبير هذا هو معناتها واحد من ولاد الجمعيه باش يجيب تيتر الفريق نتاعو النادي الافريقي بصراحه تحسن برشا ملي جا منصر اون اسيس ديفونسيف اللي هي لا برشا معناتها هو يعطيك كمل الثاني في الرتور اي عقلبي عبد الرزاق بلال الخبره اسكندر رجع تعدى بريود خايب رجع كيف كيف خليل قصاب واضحه معناتها معالم تشكيله واضحه نادي الافريقي شونجمون اثنين كيف كيف سي اس اس البارح في ال 65 دقيقه الحقيقه اللي شفتها ولو كما قلنا المنافس مش في حجم كبير لكن فما ديزوتوماتيزم واضحين تالق محمد بن علي برشا ظهير الايمن في غياب غيث المعروف اللي كان يلعب ساعات هو مصاب بالكورونا هو احمد عمار و محمد سولة ما نعرفوش يحضروا للنهائي ولا لا هو صعيب صعيب شويه لكن النادي الرياضي الصفاقسي زاد ينجم يعاون اللقاء الجاي على الجانب نتاعو يعني عنده قيمه يدو سكري وكواكو عنده قيمه سلام معناتها في الديسبوزيتيف تاع النادي الرياضي الصفاقسي مقابله مفتوحه على كل الاحتمالات معناتها اكس 2 كما يقولوا اكس 2 ان شاء الله نشاهدوا مقابله تليق بزوز فرق واحنا ديما المقابلات انت قلت لي جربي عندك فكره على العشب نتاع الميدان باهي يلعب مش خايب مصطفى المدوري هو المركب ماهوش خايب الحقيقه هاني قلت لك سلبي مول سلبي مول الجمهور والله يا خويا اسلام جوست 10 ثواني على اخونا منتصر الوحيشي وقت اللي يعمل في التحاليل نتاعو في القناه التلفزيه ديما نشكره كل شيء ومن بعد نكملها له ونقول له بارك الله فيك على الاضافه وكل شيء ومن بعد نقول له انا مانيش فرحان بالكل ناقص حاجه يقول لي شنو واش فما يا اخي قول له اهبط للميدان الميدان أبط الميدان وهكا تبارك الله معناها ما فيزيون ما كانتش غالطة اللي أنا شفناه عنده سيت كاليتي متاع الكوميونيكاسيون كيفاش يتعامل مع الملاعبية خليت اللي اليوم النتيجة راهو سي با أزار الكل راهو سي حاجات اللي نجم يصير في الرياضة ومحلاها الرياضة كي نشوفوا أشياء كيف نحكي